بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم أصلي وأسلم على نبي الله محمد المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، الإخوة الأفاضل والآباء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد لبعضنا التهنئة من العام الهجري الجديد، ونذكر أو يذكر بعضنا بعضا بأن العام الجديد ليس مجرد ذكرى تمر، إنما هي عبرة لابد أن نتوقف عندها. هي محطة من محطات تاريخ الإسلام، تاريخ الدعوة، تاريخ الصراع، صراع الحق ضد الباطل، صراع الاستقامة ضد الإعوجاج، صراع النور ضد الظلمات، الصراع من أجل كرامة الإنسان وحقوق الإنسان. لذلك لما يأتي عام جديد لا نكتفي بأن نصوم يوم عاشوراء أو يوم تسعة وعاشوراء ويمر العام ويأتي عام جديد ثم يمر العام وهكذا، فيحتاج أبناء الإسلام وبنات الإسلام أن يقفوا مع كل محطة من محطات التاريخ الإسلامي ليسألوا أنفسهم: ما الذي حصل؟ ما الذي حدث في هذا اليوم؟ كيف أصبح هذا اليوم هو يوم أول تاريخ للإسلام؟ لماذا اختير شهر محرم ليكون أول بداية التاريخ الإسلامي؟ ما الذي حصل فيه؟ هذا الذي سوف أحدثكم حوله أيها الإخوة الأفاضل والآباء الأكارم والأخوات الفضليات هذه الليلة، ونحن في بداية هذا العام الجديد، من أجل أن نضع بعض النقاط على حروف مسيرتنا الدعوية ومسيرتنا الإيمانية لنجدد الارتباط بالله، نجدد العقد مع الله عز وجل. هناك عقد كونترا يعقدها المسلم مع الله تبارك وتعالى، تحتاج أن تجدد كل مرة. نعمل على أن نجدد عقدنا مع الله حتى لا يصبح عقد قديم أو عقد منسي. هذا التجديد يقوم على فهم كثير من القضايا التي يقول فيها ربنا عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بمعنى أننا نأتي بجديد، لا يوجد في الإسلام شيء جديد. القرآن معروف عندنا جميعا ونقرأه جميعا، والسنة النبوية نقرأها جميعا، ولا يمكن لأحد أن يأتي بجديد، لكن يأتي بالتجديد، يجدد. ما كانش نوفو، لا يوجد شيء جديد يعني يأتي به الإنسان لم يكن موجود. كان تجديد لشيء قديم. أولا، لماذا هذا العام؟ أو لماذا بداية العام؟ في العهد الأول للإسلام اختلف المسلمون وتناقشوا حول بداية تأريخ للإسلام. تساءلوا: متى نبدأ التاريخ؟ ما هو الحدث الكبير الذي نبدأ فيه تاريخنا؟ بعضهم قال نبدأ بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تاريخ عظيم. مولد الرسول عليه الصلاة والسلام مولد النور، مولد الحق. إذن محطة كبرى نبدأ بها. بعضهم قال لا، هذا ليس حدث كبير، لأن ما ولد لم يولد نبي. ولد رجل عادي، صحيح عنده مواصفات عالية، لكن كان من قريش وولد كما يلد كل الأطفال. قالوا إذا نؤرخ ببداية نزول الوحي. اقرأ بعد ما مر على ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام 40 عام ونزلت الرسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نبدأ التاريخ من هنا. قالوا هذا لم يكن تاريخ كبير، لأن ارتباط الأرض بالسماء، نزول الوحي، كان حدث كبير، لكن لم يكن شيء قويا هز كيان العالم، وكان محصور في مكة المكرمة، ما سمعت الأمم به، حتى في المدينة ما وصلت أخبارهم، فناهيك أن تصل إلى الفرس والروم،
الامبراطوريتان الكبيرتان اللتان كانتا في ذلك الوقت. بعضهم قال اذا نؤسس بالهجره. قال الهجره متى؟ هل حينما خرج من مكه ام حينما وصل الى المدينه؟ متى؟ فعمر رضي الله عنه يقول لهم نبدا باول يوم دخل فيه الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه المنوره. لماذا؟ قال لان ربنا عز وجل سمى هذا اليوم اول يوم. من اين جئت بهذا؟ كيف سمى ربنا عز وجل بدايه دخول الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه مهاجرا من مكه المكرمه الى المدينه المنوره اول يوم؟ قال في قرانه الكريم قول ربنا عز وجل لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال اذا اول يوم بدا الاسلام يتسع ويكسر اغلال وقيود الاستبداد والاستكبار والديكتاتوريه والطغيان والفرعونيه وسوى ذلك من اغلال كلها كانت تقيد الايدي والعقول والضمائر كسرت من بدايه الهجره. حينما نقف عند هذه الايه رقم 108 من سوره التوبه نجد ان بدايه تاريخ الاسلام فيه سبع رمزيات، سبع رموز ان شئت ان تسمى سمبر، اشياء رمزيه لكن مهمه ثقيله قام عليها الدين. وحينما نرتبط بها ونذكر بهذه الليله انما نرتبط او نعيد الربط بديننا وبايماننا ونعيد احياء الكونترا، نعيد احياء العقد الذي عقدناه مع الله تبارك وتعالى. ما هي هذه السبعه؟ الشيء الاول المسجد، لمسجد اسس على الطاعه. نحن مرتبطون بالمسجد. لو دعوتكم الى بيتي ممكن ياتي نصفكم او ربعكم، بعضكم لا ياتي. لو دعانا واحد الى مرفق كبير عنده قد ياتي البعض لا يلبي، لان حينما قلت جيء الى بيت الله لا تستطيع ان ترفض. بيوت الله في الارض كنجوم الله في السماء. نحن حينما نريد ان نهتدي في الليالي ننظر الى السماء لنرى النجوم، نهتدي بالنجوم. الملائكه ينظرون الى الارض فيرون المساجد. الملائكه لا يرون عليهم السلام لا يرون ناطحات السحاب لغراسيان او المصانع او الطرقات، يرون المساجد في الارض. وكلما كثرت المساجد زادت النجوم في الارض. فلذلك نحن مرتبطون اصلا ارتباط مبدئي بالمساجد لانها بيوت الله. وبيوت الله حينما تكون في بيت الله انت تتوجه الى ما امر ربنا عز وجل ان نوجه وجوهنا اليه. كل الذين في الارض في كل الكره الارضيه لما يقف في الصلاه يتجه الى الكعبه. لان كل البيوت التي في الارض هي بيوت الله بنيت بايدي عباد الله وبتخطيطهم. اما بيت الله اللي الكعبه هي بيت الله وبنيت بامر الله هو الذي خطط لها والذي امر ان تبنى. فالامر الاول البيت، المسجد، لمسجد. المساله الثانيه اسس فونداسيون، التاسيس هو شيء فوندي، شيء مؤسس عميق مش بريفابريكي ولا حاجه محطوطه هكذا. تاسيس ليس تاسيس هندسي. ليس مجرد تأسيس هندسي، هو تأسيس عقيد، لأنك حينما طلع مسجد ولو كان صغير هذا المسجد يرمز إلى شيء، يرمز إلى دين. توضع فيه مصاحف كتاب، سنة نبوية شريفة، يصلي فيه أناس. يأتي فيه الناس طلبا للمغفرة، طلبا للتقوى، طلبا للاستقامة. تحل فيه بعض مشاكل المسلمين، يتآخون فيه، يتصافحون، يطهرون أنفسهم. لذلك كانت بيوت الله عز وجل كلها تأسيس. وما سمعنا؟ ما سمعنا ان بيتا لله عز وجل اسس ثم تحول الى شيء اخر. حتى الاستعمار لما ياتي ليستعمر دوله قد يحول بعض المساجد الى كما يقولون اسطبلات نتاع الخيول او يتحول الى مخابر كرمكم الله.
الكفور أو من الحرام أو من القمار، أنت سوف تضع ولو طوبة واحدة ولو خامة واحدة تضعها لله في بيت الله. ممكن أن تضع في بيتك بعض الحرام، هذه مشكلتك. أن تبني بيتك بما تريد من أموال هذا أمرك، لكن أن تبني مسجدا لله لابد أن تتحرى فيه الدقة، لابد أن تتحرى فيه الدقة، والدقة هنا لابد أن يكون طاهر من مال حلال، من رزق حلال، من عرق جبين. إذا المعنى الثالث، الرمزية الثالثة، أن أول تاريخنا بدأ على تقوى الله تبارك وتعالى. الرمزية الرابعة، أحق أن تقوم فيه. شو معنى أحق؟ أحق الأحقية، أنت الذي تقوم فيه، أنت الذي ترفعه. حتى أن بعض العلماء والمفسرين يقولون في بيوت أذن الله أن ترفع، قالوا ترفع نعم بالبناء، ترفع بالبناء، يكون المسجد ضخم، يكون المسجد فيه هيبة، في احترام، في تقدير، هذا جانب مادي ملموس، لكن في جانب معنوي ترفع ما معنى، تنزه عن كل المشكلات. لا ينبغي أن نحول المسجد إلى بيت للتجارة، فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تاجر في بيوت الله، أو حتى أن نطلب الضالة، إلا واحد ضاع له وليد وهذا مش ضالة، لكن واحد يقول يا جماعة ضاع لي الأموال ولا ضاع لي البورتابل تاعي في المسجد، قال له ردها الله لك، الله يرضى عليك البورتابل تاعك. لا نجد الضالة في المسجد، لا نتاجر في المسجد. يرفع لأنه بيت الله عز وجل مجعول للعبادة، أنت في ضيافة الله. لذلك قال أحق أن تقوم فيه. لهذا المسجد أحقية عليك أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تقوم في هذا المسجد وأن يرفع معنويا بما ينبغي أن يكون من تعظيم لله عز وجل، من تعظيم لكتاب الله، من تعظيم لشعائر الله، من استشعار داخل المسجد أنه ضيف عند الله. نحن ولله المثل الأعلى، نحن حينما ندخل ضيوف عند واحد من يستضيفنا نلتزم الاحترام والتقدير، نستأذن ونحن في بيته هو، هذا ليس بيت الله تبارك وتعالى، بيت واحد من أصدقائنا أو زملائنا أو أنسبائنا أو أصحابنا أو جيراننا يستضيفك لتشرب قهوة أو شاي وتتناول طعام عنده، فأنت تتأدب بآداب الذي استضافك، ولله المثل الأعلى، أنت في بيت الله، وبالتالي أحق أن تقوم فيه، أن تعظمه، أن تشعر من حولك بأنك في هيبة، بأنك في ضيافة. الأمر الخامس فيه رجال. سبحان الله أيها الإخوة الفاضل، أولا كلمة رجال ليست بمعنى ذكور، حتى لا يفهم بعض الناس يقول رجال بمعنى ذو النساء، لأن كلمة رجال كما تقال في اللغة الفرنسية أم لي دروات لوم، دروات لوم مش دروات دلوم دي يعني الجنس، لوم معنى الإنسان مرأة ورجل. ولذلك ربنا عز وجل يقول من المؤمنين رجال مش معنى ذكور، رجال ونساء. بينما لما يتكلم ربنا عز وجل عن القيم يقول رجال، ولما يتكلم عن الميراث المادة دراهم يقول ذكور، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قالش للرجل مثل حظ المرأة. فيه ذكور بمعنى جنس، وفيه رجال بمعنى نوع، نوعيات. فربنا عز وجل يتكلم في البند الخامس عن رمزيات اليوم الذي أرخ فيه لهذا الدين ولهذا المسار، مسار الصراع، صراع الحق ضد الباطل، يقول فيه رجال. رجال بمعنى قيم، رموز، دي فالور، يعني قيم معنوية تجد المؤمن كتيبة تتحرك. في القديم كان المؤمنون لا يدعون بالكلام كما نصنع نحن اليوم، دعوتهم بالقدوة، دعوتهم بالسلوك. لما يراه الناس يقول هذا مسلم، في تجارته، في صناعته، في ثقافته، في سياسته، في جيرانه، في تجارته للناس، في مصاهرته للناس، يرى الناس تميزه في السلوك سواء كان رجل أو امرأة. فيه
مفيش ناسيوناليتي هالجيريان ولا مغربان ولا تونسيان ولا فرنساز ولا في جنسية مسلمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ترجم هذا الدعوة وقال إنني من المسلمين، خلاص أنا من المسلمين. لذلك قال يحبون. الأمر السابع والأخير أن يتطهروا. إذا الطهارة تطهير طهر، والطهارة والتطهير والطهر ضد الفساد، ضد السواد، ضد التعفين. طهارة في كل شيء، ليس فقط طهارة الثوب، طهارة الفكر أيضا، أفكارهم طاهرة وقلوبهم طاهرة وأيديهم طاهرة نظيفة، بطونهم نظيفة، كل شيء فيهم نظيف لأنهم متطهرون. يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، أي أنهم يحبون الله بالطهارة، والله يحبهم لأنهم طاهرون. بمعنى أننا إذا أردنا أن يحبنا الله فلنتطهر. الله عز وجل لا يحب القاذرين، لا يحب المتسخين، لا يحب الملوثين معنويا أخلاقيا، لا يحب الذين في عقولهم أمراض فكرية وانحرافات، لا يحب الذين في قلوبهم نزعات شهوانية، يحبك طاهرا. ولذلك القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون. مش معنى واحد يلبس مليح، الطهارة لا تعني طهارة الثوب. واحد يشتغل جراجيس، يشتغل ميكانيسيان، يشتغل حداد، نجار، بناء، وأثوابه ليست نظيفة، ليست طاهرة، لكن قلبه طاهر، عقله طاهر، فكره طاهر. بينما إنسان ممكن يلبس أبيض بياض في بياض، لكن صدره وقلبه وعقله وفكره وماله كله ليس طاهرا. فلذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل بالطهارة فنحبه. وربنا عز وجل حينما نكون طاهرين مطهرين يحبنا لأنه يحب التوابين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المطهرين ويحب المطهرين بكل القراءات. إذن يا سبعة، لاحظوا أن بداية التأريخ للعام الجديد ما جاءت هكذا عبثا، قالوا الله تعالى نجتمع ونتناقش روح التاريخ، لا، جاءت بمعايير قرآنية، جاءت في قوله تبارك وتعالى من الآية 108 كما قلت من سورة التوبة، خطاب من الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذا هذا مدخل أيها الإخوة الأفاضل والآباء الأكارم والإخوة الفضليات، أردته في هذه الليلة لأن في شهر الشهر الأول من السنة الجديدة، لكن هذا الشهر فيه أحداث. أبرز حدث فيه أثاره الرسول عليه الصلاة والسلام سؤال، وأسئلة الرسول عليه الصلاة والسلام أيها السادة الكرام أسئلة تربوية بالأساس. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا عز وجل لا ينطق عن الهوى، مش يطرح أسئلة كما طرحوا أنا هكذا، قالوا إيش رأيك؟ لما يطرح سؤال يريد أن يربي، يريد أن يصحح، يريد أن يشرع، يريد أن يوجه، يريد أن يعلم. ما فيش سؤال طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا. حتى يوم رأى شاب دخل المسجد لابس لباس جديد معصفر. في القديم كانوا حينما يريدون أن يلبسوا الثوب أبيض بلون كاسي كما يسموه، إما يديروا زعفران يصفر شوية، ولا يديروا واحد اللون أزرق يسموه النيلة يزرق شوية، يعني يكسروا اللون الأبيض إما بالزرقة يعني بلو كاسي ولا جون كاسي. فرأوا يلبس المعصفر قالوا شو هذا؟ قالوا تزوجت يا رسول الله، أنا أمس تزوجت. قالوا هلا أولدت ولو بشاب، يعني تزوج هكذا في السر يا سيدي، يعني خذ شاة موضة واذبح وأعرف شوية أصحابك ويسمعوا الناس أنك تزوجت. فسؤال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب لم يكن سؤال من أجل هكذا سؤال، سأل ليبين أن الوليمة سنة،
العقيقة سنة. لما يجيك ولد ولا بنت تدير عقيقة. لما تزوج تدير وليمة. لما تجي من السفر تدير ناقعة. لما تبني سكنة جديدة تروح لها تدير وكيرة. كل واحد عنده اسم. كلنا شكر لله تبارك وتعالى. فلذلك لما الرسول يسأل عليه الصلاة والسلام ننتبه من الجواب، من الجواب لأنه سوف يصحح. لما دخل مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لاحظ أن اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة يصومون يوم عاشوراء. يوم عشرة محرم يصومون. هو يعرف لماذا يصومون. عارف لماذا يصومون. لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى في مكة المكرمة. ويعرف ذلك لكن ما قاله للمسلمين. فلما رأى اليهود يصومون أراد أن يؤسس لشيء جديد. لماذا تصوم؟ لماذا تصوم هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم عظيم. أنجى فيه ربنا عز وجل موسى من الغرق وأهلك فرعون. فصامه عليه الصلاة والسلام وعمر الصحابة صاموه وقال لهم أنا أو نحن أنا أحق بموسى منكم. علاش أيها الأخوة؟ لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو لماذا سأل أولا؟ ليعرف وهو يعرف لكن ليسمع من أفواههم. ثم لماذا قال أنا أحق بموسى منكم؟ أولا سأل لأنه كان يعلم أن هذا اليوم جعله الله تبارك وتعالى يوما عظيما في تاريخ الحركة الإسلامية من آدم عليه السلام إلى رسول الله عليه السلام إلى قيام الساعة. قيل هذا اليوم هو اليوم الذي أرصد فيه سفينة نوح على جنوب. النهار اللي خرجت السفينة من الغرق أو من الطوفان وأرصد على الجنود كان ذلك يوم العاشر من محرم. وجاء بعض المؤرخين محطات كثيرة لا أريد أن أثقل عليكم لكن هذا اليوم هو اليوم الذي دخل موسى عليه السلام البحر وأمر ربه أن يضرب بعصاه إذا انشق البحر فرقين كما جاء في القرآن الكريم كالطود العظيم كالجبل الكبير. ويمر موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين في البحر ويتبعهم فرعون وجنوده فينطبق البحر على فرعون وجنوده وينجو موسى عليه السلام. غرق فرعون ونجا موسى وشاهد الناس المعجزه. فاليهود كانوا يصومون شكرا لله. رسول الله عليه الصلاه والسلام سال ليعرف من افواههم وليعلمهم ويعلمنا نحن من بعدهم انه احق بموسى منهم. لماذا؟ لأن الديانات نحن نسميها ديانات لكن لا توجد ديانات كاين دين واحد. بعض الناس يقول لك الديانة ويقول لك الديانات ما فيش ديانات بالأس فيه ديانة بالأو فقط. لا توجد ديانات لأن ربنا عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام ليس الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقط لا الرسول كمل وتمم. نوح بل قل آدم عليه السلام جاء بالإسلام ونوح ولوط وزكريا ويحيى وإبراهيم وعيسى وموسى كل الأنبياء والمرسلين جميعا جاءوا بالإسلام بدليل الذي سمّى المسلمين من هو؟ هل هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي سمّى المسلمين هو إبراهيم عليه السلام. هو سماهم المسلمين من قبل وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس وكونوا رسول عليكم شهيدا. إبراهيم هو الذي سمانا المسلمين. موسى كان مسلما. عيسى كان مسلما. كل الأنبياء والمرسلين كانوا على الإسلام. ولا يوجد لا توجد ديانات، يوجد دين واحد لأن الرب واحد. الله عز وجل أنزل كتبه وصحفه وتوصياته وتوجيهاته وقراراته وآدابه كلها أنزلها على الأنبياء اتباعا من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. بدين واحد في العقيدة لكن التشريعات جاءت مختلفة. لماذا التشريعات مختلفة؟ لأن التطور البشري يتعقد. كانت البشرية بسيطة في عهد نوح عليه السلام قل في عهد آدم عليه السلام كان عدد السكان فوق وجه الأرض كلها حوالي 20 ثم تكاثر
إذن إن الدين عند الله الإسلام. ثم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو آخرة من الخسر. ألا حق بمسلمكم؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من اتبع مسلم. القرآن الكريم هو الكتاب الذي صحح ووثق ومنهج كتاب موسى عليه السلام وكتاب عيسى عليه السلام. بمعنى نحن الآن بكل فخر وبكل اعتزاز نقول لإخواننا في الإنسانية اليهود وإخواننا في الإنسانية النصارى، التوراة موجودة في القرآن الكريم والإنجيل موجود في القرآن الكريم. يقولون كيف؟ قلوا اقرأوا آخر سورة الأعلى، ماذا تجدون؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا الكلام، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اليهود في المدينة المنورة حينما يحاجون يقول لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها، جيب التوراة. أنتم تقولون هذا الكلام من التوراة، جيبوا التوراة. لأنه عليه الصلاة والسلام علمه ربنا عز وجل أن التوراة موجودة في القرآن الكريم، أن الإنجيل في القرآن الكريم، صحف إبراهيم في القرآن الكريم، صحف موسى في القرآن الكريم، الزبور في القرآن الكريم. ليش؟ لماذا؟ لأن المنزل واحد الذي أنزل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور وكل الصحف التي جاءت من قبل هو الله تبارك وتعالى. فهل يناقض الله عز وجل ذاته؟ حاشا، تعالى. لكن الله عز وجل يرسل بمقدار، واسمحوا لي ولله الذي أعلم، تماما كوزارة التربية والتعليم العالي تعطي المنهج التربوي الصغير للربع، أطفال صغار من سن 3 سنوات إلى سن 5 سنوات أو 6 عندهم منهج تربوي رسمته الوزارة. لما يدخل المدرسة من السنة الأولى إلى السنة السادسة منهج تربوي أثقل شوية، يعني أكثر دروس، أكثر تركيز. لما يدخل من السيزيام حتى الكاتريم المويان منهاج آخر، أكثر تركيز، أكثر غزارة. لما يروح للثانوي من السكوند حتى الترمينال منهاج آخر، أكثر تركيز، أكثر غزارة. لما يروح للجامعة أكثر تخصص، تركيز، غزارة. لما يحب يدير الدكتوراه يتخصص في مجال معين. في واحد يقول لي لا علاقة لمنهاج الروضة بمنهاج الدكتوراه، نقول له لا، هو واحد، لأن الوزارة واحدة. كاين وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم العالي، هي اللي تضع البرامج من الروضة، أطفال من 3 سنوات إلى تستمر إلى أن يأخذ الدكتوراه ديما. ففيش تناقض. هذا مثال أرضي، مثال سماوي. الله عز وجل كانت البشرية بسيطة، العقل لم يكن كاملا، الإنسان في ذلك الوقت كانت معلومات كثيرة غائبة عنه، فيرسل ربنا عز وجل يعني كتب فيها قليل من الكلام توصيات، حتى انهم قالوا ان بعض الرسل كانوا ياتون بكتاب ما فيش 4-5 صفحات في توصيات وصايا كما يتحدثون عن الوصايا العشر. فتراكمت لما اصبح العقل البشري ناضج جاء الكتاب الخاتم. خلاص انتم الان عندكم منهاج كامل من الروضه الى الدكتوراه ديطار. واسمحوا لي ايها الاخوه يعني ولله الذي الاعلى، حتى لما نقرا القران الكريم لكن نقراها من لاكوش لادروات، نبدا نقرا اول سوره، يعني اخر سوره تقول قول سوره الناس صغيره، ولو طالعين سوره الفلق، قل هو الله احد، سوره صغيره، وتبدا ماشي تبدا ماشي تبدا ماشي حتى اذا وصلت الانفال والاعراف بدات تدخل، بدات احكام وتعقيدات ومتشابه وصور، حتى سوره البقره فيها 5 احزاب واحده. علاش؟ لأن ربنا عز وجل أول ما بدأ ينزل من الصور أنزل الصغير، اقرأ باسم ربك الذي خلق.
المشهد كل هذا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منكم، نقوله نحن اليوم أيضا، نحن أحق بموسى من أتباعه، نحب موسى كما يحبون يتبعوه، نحن أحق بعيسى عليه السلام من أتباعه، نحن أحق بإبراهيم من أتباعه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إبراهيم مسلم، اليهود قالوا إبراهيم كان يهودي، لا. النصارى قالوا إبراهيم كان نصراني، لا. المشركين قالوا إبراهيم كان مشرك، لا، كان مسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الأحقية التي تحدثنا عنها في المفتتح، قلنا لا مسجد بس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لليهود؟ أنا أحق بموسى منكم. لماذا؟ أنا الذي أعرف موسى، موسى أخي، أنا الذي بعثني ربي عز وجل لأتمم دين موسى، أنا الذي سوف أواجه فراعنة جدد كما واجه موسى عليه السلام. لأن فرعون ليس اسم واحد، فرعون اسم ظلم، فرعون مش نوم بروبر، مش اسمه فرعون، فرعون عنده اسم، لكن كما نقول مثلا الواحد يقول شامبيون، شامبيون مش اسمه شامبيون، يعني لما ولا بطل صار شامبيون، لكن اسمه العلم نوم بروبر نتاعه هو شامبيون، لكن ولا شامبيون ستار، يقول لك فلان ستار، اسمه ستار؟ لا، صار نجما مع معلوم. ففرعون ستار، ولكن ستار في الظلم، في الانحراف، في الفساد، في الضلال، في الهيمنة، وصل به الحد إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، العصا تتحول إلى ثعبان، اليد تصبح بيضاء من غير سوء، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، استغفر الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أيها الإخوة، بين قوسين واحد يزعم الربوبية، فرعون ما يخشبش، لا يستحي، يزعم الربوبية ولم يستطع أن يتحكم بزوجته، هو رب يقول أنا ربكم الأعلى وزوجته مسلمة، رجل حركة، يعني زي واحد إمام يدرس على الناس وزوجته لا تصلي ولا تلبس الحجاب. يا شيخ الله يهديك، روح جاهد في دارك، يا أيها المعلم غيره هل لا لنفسك جلد التعليم، ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم، لا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فرعون زوجته ماشي معاه، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. فرعون يقول راني رب، استغفر الله، وهو عقيم ما ينجبش، ما استطاع أن ينجب أولاد، حتى بعث الله عز وجل له موسى في صندوق قال أنا أتخذ ولدا. فرعون كذب على الناس جميعا، لكن لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون أنت كنت تقول ربكم الأعلى، كيف تقول؟ كان يقوم هذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقه. فلذلك لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منكم، أنا أحق بموسى منكم، الأحقية والأولوية ليس أحقية عرق، قال ابن عمي، ابن خالتي، جاري، من جنسيتي، من عشيرتي، من قبيلتي، كل هذا الإسلام لا يعترف به. الأحقية جاءت من كونه أنا أعرف ما جاء به موسى.
موسى عليه السلام. أنا أكثر معرفة بمجاهد موسى عليه السلام. والتوراة موجودة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، والإنجيل في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وصحف إبراهيم في كتاب ربنا عز وجل، وصحف موسى أيضا. أمر الصحابة أن يصوموا وصام، وقال لئن عشت إلى قابل يقول ربي طول عمري، لو يطيل الله عز وجل عمري سوف أصوم التاسع والعاشر، التاسع والعاشر حتى يؤسس لشيء جديد مهم، وهو أنه يشكر الله عز وجل على ما أنجى موسى عليه السلام والقوم الكرام الذين اتبعوه وأغرق فرعون وجنوده، ثم يضيف على ذلك شكر أكبر مما يشكر هؤلاء ربنا عز وجل على هذا الفعل. هذا الذي حصل في الهجرة. ما الذي يمكن أن نستفيده نحن اليوم؟ لأن الذي هنا تاريخ صحيح، لكن ماذا نستفيد من التاريخ، من الأحداث؟ سوف أكتفي بأربع دروس أساسية في هذه الليلة المباركة، مستمدة مما بدأنا به في الأمور السبعة التي ذكرت، ومما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود في المدينة وصام ودعا أو أسس لشيء جديد، وهو أنه سوف يصوم التاسع والعاشر. الدرس الأول الذي نستفيده أيها الإخوة الأكارم أن هذا الدين لم يصلنا هكذا بالفاكس أو بالأسماس. الدين ليس رسالة أسماس أو رسالة جاء في فاكس أو رسالة جاء بها فاكتور موزع بريد. هذا الدين دفع من أجله أناس أشراف وأطهار وأبرار، أثمان غالية وغالية جدا، تركوا كل شيء من أجل دينه. هاجر وسميت الهجرة، وتركوا أوطانهم، تركوا مكة المكرمة، تركوا أموالهم، تركوا ذراريهم أبنائهم وبناتهم ونساءهم، تركوا أراضيهم. ليس من أجل دنيا يصيبونها، من أجل دين يمكنون له. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الدرس الأول أيها الإخوة، هذا الدين لا يمكن له الله تبارك وتعالى إلا إذا ضحى من أجله رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. هذا المسجد لو لم يضحي من أجله مجموعة من الإخوة والأخوات ما بني هنا، أو ما أخذ من البلدية من هذا المكان، وأي مسجد وراءه رجال، أي عمل وراءه رجال، أي جهد وراءه رجال، هذا جهد مادي. أما إذا كان جهد معنوي دين، الدين لا يمكن إلا إذا قام أصحابه بغرسه بالإيمان بالله أولا، بالتضحية ثانيا، بالأمر بالمعروف ثالثا، والنهي عن المنكر رابعا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الدرس الأول أركز مرة أخرى الذي نستفيده من الهجرة النبوية الشريفة، أن ربنا عز وجل لا يمكن للمسلمين دينهم في الأرض حتى يتجردوا لله. قال يا ربي أنا ليك، نعمل بأوامرك، ننتهي عن نواهيك، نستقيم على الصراط المستقيم، نعادي من عداك، ونؤاخي من التزم بمنهجك. عندئذ يعطي ربنا أو ينزل ربنا عز وجل القبول في الأرض. لأن بعض الناس اليوم يقول لك لماذا الدولة الفلانية لم تمكن بأن تقيم شرع الله عز وجل؟ الأرض ليست مهيئة، ولو كانت المهيئة
سوف أشرح. هجرة جغرافية، أن تنتقل من مكان إلى مكان. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الذين تأتي الملائكة لتأخذ أرواحهم وهم على الكفر، على الانحراف. الملائكة تسأل عليه السلام فيما كنتم؟ علاش شرك معنا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لم نكن قادرين أن نعبد الله. في ديكتاتورية، في فرعونية، في قارونية، في ضغط، مصادرة حريات، تضييق علينا، ما فيش مساجد. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا بها؟ وعلاش أنت لما ضيقوا عليك في بلادك ما تقدرش تصلي؟ نمت في بلادك باقي في الكفر، أنت خش. أرض الله واسعة. خش، امشي. هذه تسمى الهجرة الجغرافية. تحويل المكان. الانتقال جغرافيا من مكان إلى مكان، كما انتقل كثير من إخواني من أوطانهم الأصلية إلى هذا المكان. هذه تسمى هجرة جغرافية. جاء من الجزائر ولا من تونس أو من المغرب أو من السنغال أو من ماليزيا أو إندونيسيا أو الفلبين أو من السودان أو مصر أو العراق أو سوريا إلى هذه المكان. هاجر جغرافيا. هذه هجرة. الهجرة الثانية هجرة نفسية. ما معنى نفسية؟ الهجرة النفسية أن تبقى في مكانك ولكنك لست معهم. أنت تعيش في بلادك أو تعيش في أرض فيها ظلم، فيها انحراف، وفيها فساد، وفيها طغيان وتجبر، لكنك لست معهم يا رجل. تعيش وحدك نفسيا منغلق على نفسك. تعبد الله تبارك وتعالى وتستقيم وتحاول أن تتعرف تأكل الحلال وتعيش مع أولادك وزوجتك ومحيطك القريب، لكنك لا تخالط أحد. أنت نفسيا داير امبارو، داير حصار على روحك. أنت مهاجر الحق، أنت مهاجر، أنت في وطنك أو في بلدك أو في قريتك ولكنك لست معهم. عزلة، حصار، أنت أردته لنفسك فلست معهم. كما يسكن الإنسان مثلا يجد نفسه في حي ليس جيدا، لا ساكن في الحي ولكن لا علاقة له بأهل الحي. لا يخالطهم ولا يبيع لهم ولا يشتري منهم ولا يأكلهم ولا يشاربهم ولا يزورهم. إن فرح لا يفرح وإن حزن لا يحزن، ليس معهم. هذه النوع الثاني من الهجرة. الهجرة التي نتكلم عنها الليلة، الهجرة الاستراتيجية أو الهجرة الإيمانية، أن تهاجر لسبب واحد. ما هو؟ أن تترك كل شيء من أجل حماية الدين. إني مهاجر إلى ربي سيهدين. أنا رايح ربي سبحانه وتعالى، أنا هارب الله تبارك وتعالى، أنا هارب لله بنفسي بديني لله عز وجل. ليس من مقاصد هجرتي أن أهاجر من أجل طلب العلم. لا أقصد بلدا من أجل نطلب العلم شهادة، هذه هجرة أيضا. في من يهاجر من أجل أن يطلب علم ليس موجود في بلده، يروح لأمريكا أو يجي لفرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو بريطانيا من أجل أن يستزيد في العلم، جيد. يهاجر من أجل أن يعمل، من أجل أن يجمع المال، جيد في الحالة إن شاء الله. يهاجر من أجل أن يسج علاقات، ديرولاسيون مع مجتمع جديد، ممتاز. يهاجر من أجل أن يعيش، جاي نعيش. بلادي ضيقة وبلادي ما فيهاش خدمة وبلادي ما كانش كذا إلى غير ذلك، أنا جاي باش نعيش، ناكل مليح، نشرب مليح، نداوي مليح، نركب مليح، نلبس مليح ونموت مليح.
مكة يذهبون إلى الجنة؟ هل كل من يسكن فلسطين المحتلة حتى في تل أبيب سوف يذهبون إلى النار؟ رب العالمين لم يربط الدين بالجغرافيا. زوجة فرعون مصيرها أين؟ الجنة. وزوجة نوح وزوجة لوط مصيرهما أين؟ النار. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما لم تتبعان دين لوط ولا دين نوح عليه السلام فخانتاهما فلم يغني عنهما الله شيئا. لا ما أغنى نوح عن زوجته ولا لوط عن زوجته فلم يغني عنهما الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. روحوا للنار مع من دخل النار. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون وعمله ونجني من الظالمين. إذا نحن لسنا مرتبطين دينيا أو عقيديا بالأرض، مرتبطون بالدين. ولذلك حينما تهاجر من أجل إنقاذ الدين ربنا عز وجل يفتح عليك كما فتح على المهاجرين الأوائل، تركوا كل شيء من أجل دين الله عز وجل فأبدلهم الله عز وجل دار الخير من دارهم، وعز الخير من عزهم، ووطن الخير من وطنهم، وعادوا بعد 8 سنوات فاتحين إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا المعنى أيها الإخوة هو الذي نتمسك به. ونستطيع أن نجعل هجرتنا، أنتم مهاجرون دون شك، أن نجعل هجرتنا لخدمة الدين. افعل ما تشاء، هذا شأنك، لكن جدد عقدك مع الله تبارك وتعالى، جدد نيتك مع الله عز وجل لتكون هجرتك لله ورسوله كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والهجرة ليست فقط من مكة إلى المدينة المنورة، هذه هجرة جغرافية، أنا أتكلم عن الهجرة الدينية، الهجرة العقائدية، الهجرة التكتيكية أو الاستراتيجية من أجل أن تغير مواقع لترجو الدين. هذه مسألة رقم 2. مسألة رقم 3 أيها الإخوة الأفاضل، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام في إبداع رباني كبير. واستخدم هذه الكلمة فقط لألفت انتباهكم. في مكة المكرمة واجه الإسلام عدوا جاهلا. في مكة المكرمة 13 سنة كان الإسلام يواجه عدوا جاهلا. بعد الهجرة واجه الإسلام عدوا عالما. كيف؟ وما الفرق بينهم؟ الفرق كبير. الإسلام ليست مشكلة الإسلام مع العلم، مشكلة الإسلام مع الجهل. لذلك سمى الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن هشام أبا جهل، مش ما يعرفش. الجاهل لا يناقشه، الجاهل من حيث المبدأ يقول لك أنت مرفوض، ودينك مرفوض، وقرآنك مرفوض، وقبلتك وملتك ونبيك مرفوض. نتناقش؟ لا ما نتناقش. لذلك 13 سنة في مكة المكرمة ما دخل في الإسلام إلا نفر قليل من الناس، لأن الإسلام كان يواجه عدوا جاهلا في أرض جاهلة، في جاهلية سمى القرآن الكريم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعد الهجرة تحول الصراع بين الإسلام والجهل في مكة المكرمة إلى الإسلام والعلم. اليهود يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله، والنصارى يعرفون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله، وأن القرآن كتاب الله، وأن الرسول على الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود في المدينة المنورة كانوا يقولون للعرب سوف يظهر نبي ونقاتلكم ونقتلكم كقتل إيران، عارفين. ولما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام يهودي في المدينة المنورة صعد على قمة برج
النبي يا معشر يهود يا معشر يهود، ظهر ليلة نجم أحمد. موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، بشر بنبي يأتي من بعدهم اسمه أحمد. عيسى قال له رجاء النبي اسمه أحمد، محمد من الحمد. فلذلك تحول الصراع، صراع الإسلام في مكة المكرمة، من صراع الإسلام مع الجهل وغرق في الصراع مع جهلة ما تحركوا، إلى صراع مع أهل العلم، أهل الكتاب. أهل الكتاب يناقشون، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقبل العالم، يقبل جهلك. اليوم لما الإسلام ينتشر في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي آسيا وحتى في إفريقيا، لأن مستوى العلم لدى جميع الناس في الكرة الأرضية ارتفع، وحينما يرتفع مستوى العلم ينتصر الإسلام. لكن نحن من دعاة أن يتعلم الناس، علمونا الناس في الجامعات، نحن سوف ندخلهم الإسلام. لأن العالم، العالم عنده علم، العالم اللوجيسيال بتاعه مفتوح، الجاهل ما عندوش لوجيسيال أصلا، مش مغلوب، لا لوجيسيال له. تجي تبرمجه يعطيك فايل، ما كانش ما عندوش. دير هذاك يدوش هذاك يخرج لك الشاشه بيضاء، نقول سوداء سوداء. عندك حتى الكفر، الجاهل حتى الكفر مش كافر، يعني تقول له كافر يقول مانيش كافر. اذا المؤمن يقول مانيش مؤمن. منافق، لا مانيش منافق. او جنود، سميني روحك يرحم والديك، سميني ماذا 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 عندك؟ يقول لك ماني ولا لست شيئا. كيف لست شيئا؟ هل انت مؤمن؟ يقول لك مؤمن. تقول له تؤمن بالله؟ يقول لك لا لا ما نؤمنش بالله. ماشي ماشي. تؤمن بالصنم؟ لا 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 ما نؤمنش. الذين كانوا يعبدون الاصنام في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا نحن لا نعبد الاصنام. وش تعبد؟ نعبد الروح التي يسكن فيها. يعني يصلي الصنم، يصلي يصلي الحيط، يصلي البيطن، بيطن عربي. وساعات احيانا يصنع الهه من التمر. الجن يصنع في الصيف يجيب التمر ويصنع الهه يعبدها، يجي الشتاء ياكلها، ويقول لك بعد يجي الصيف ندير روبي ندير رب جديد. ماذا تفعل الجهل؟ بينما العالم حينما يتعلم الناس ينتشر الاسلام، لان قوه الاسلام تحاجج اهل العلم. حجج الدين يتكشف او يكتشفها العلماء. الرائد كوستو ابحث مده طويله، وجد طيارين بحريين، هذا مالح اجاج وهذا عذب فرات. قال لهم جبت نظريه كبيره. وشنو هو؟ قال لهم كاين دوكرو تاع الماء مع بعضهم، هذا حلو وهذا مالح. قالوا هذه موجوده في سوره الرحمن. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال صدق الله. وأي شيء يكتشف حتى اليوم، يأتي القرآن الكريم يقول بداياته موجودة في كتاب ربنا عز وجل، نحن ما انتبهنا إليها، لأن نحن لا نريد أن نجعل القرآن الكريم كتاب رياضيات أو كتاب فيزياء أو كتاب كيمياء أو كتاب علوم الطبيعة أو كتاب أسترونومي، كتاب علوم الفضاء. القرآن الكريم كتاب هداية، ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعض الكتاب هذه الأمور ثانية. فلذلك حتى لا أطيل، المعنى الثاني الذي أركز عليه في استنتاجاتي هذه الليلة أن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام نقلته بفضل ربنا عز وجل من مواجهة عدو جاهل جامد خامل منغلق إلى عدو عالم منفتح يقبل على الأقل الحوار، وإن كان يلاجج ينكر يرفض لكن يقبل الحوار من حيث مبدأ. والإسلام حينما يفتح الحوار مع الآخرين ينتصر، لأن الإسلام يملك حقة، لأن الإسلام يملك أدوات الدمغ. الإسلام عنده خد الكرش وغيره لا يملك هذا الخد.
فيزياء، فيزيك، ني جيمي ولا استرونومي ولا سيونس اكزاكت. القرآن كان كتاب هداية، جيد. لما نمر على فرعون، مش فرعون الذي انتهى، فرعون مازال موجود. وموسى، ليس موسى الذي انتهى، موسى مازال موجود. والسحرة الذين في ذلك الزمن، ما هو السحرة الذي انتهى، مازال السحرة موجودة. والعصا واليد مازالت موجودة. تغيرت الأسماء فقط. ما يزال هناك فراعنة وضر. وأنا قلت لكم قبل قليل، فرعون موش اسمه فرعون، ليس فرعون اسم، موش اسم علم، موش نو بروك. فرعون صفة، التفاعل، الاستكبار والاستبداد والطغيان. فلما نقرأ قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه ما يستحق، لا نقرأها قراءة تاريخية، نقرأها قراءة دعوية، قراءة هداية، قراءة إيمان. وسبحان الله، لا يوجد اسم في القرآن الكريم ذكر بشكل غزير مثل موسى عليه السلام 136 مرة. لا يوجد اسم ذكر في القرآن الكريم مثل فرعون 74 مرة. لماذا هذا؟ لماذا هذه الكثافة؟ لماذا الكثافة في الذكر؟ التركيز على موسى وفرعون، لأن المشهد يتغير، يتجدد. كأن رب العالمين يقولنا انظروا يا أيها الذين تقرأوا القرآن الكريم، انظروا 136 مرة لجولات الحق. 536 روند سوف تتحرك في رينج نتاع صراع بين الحق والباطل. انتبهوا، وكل جولة لها لونها، كل جولة لها منازلاتها، كل جولة لها تقنياتها. متجي بدل، غير، تحرك. وانظروا 74 مرة لأشكال التفرعون. في 74 شكل فرعوني فورم، يعني لا فورم تاع فرعون، مش فورم واحدة، يعني يتبدل زي عافاكم الله وكرمكم الله، زي الفيروس نتاع السيدا، منين يشدوه الطب يغيروا حاله، يبدل. هم حاصلين فيه الغرق. التفرعون ما تقدرش، كلما حاولت ان تحاصر فرعون خلصت من جوهره. لاحظوا، انا ربكم الاعلى، استغفر الله، انا ربكم الاعلى. هذا فرعون يقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. انت رب ولا مسلم؟ فهم. تقول انا ربكم الاعلى، كيف الان تقول انا من المسلمين؟ لما غلطت، يعني لما كنت تحكم وتعذب وتقتل وتشرد وتخرج الناس من ديارهم، انت تتفرعن، تدعي الربوبيه بل الالوهيه، لان الربوبيه درجه اخف شويه من الالوهيه. الرب يرزق والاله يشرع، لذلك الرب يرزق الجميع. الرب يعطي الرزق لمن كفر ومن آمن، لأن كل مخلوقات الله عز وجل هو استدعاه إلى هذه الدنيا فيرزقه، يرزق الطير والحيوان والحيتان في البحر والنمل وكل حتى الميكروبات، الفيروسات ترزق. بينما الألوهية خاصة بالمؤمنين، كأنك لما تقول أنا آمنت أن الله رب وأن الله إله، يقول إذا آمنت به هو الكتاب تاعي. فرب العالمين لما يقول يا أيها المرغوبين افعل، يقول يا أيها الذين آمنوا. فأشكال فرعون 74 شكل التي تتشكل في التفرعون وتقابلها 136 لون من ألوان المواجهة الموسوية، هذه الآن نعيها لندرك أننا ما زلنا في عصر فرعون، وأننا بوصفنا أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن أيضا أتباع موسى، أتباع موسى النبي والرسول عليه الصلاة والسلام، أتباع عيسى النبي والرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن بالتوراة، لكن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، شوفونا التوراة التي أنزلت فهي تورتنا. نحن نؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، لكن شوفونا الإنجيل صحيح
ليس إنجيل متى ولوقا ويوحنا وبرباوة، هذه أناجيل كتبت من بعد عيسى عليه السلام. أعطونا الإنجيل الذي أنزل على موسى، على عيسى. أعطونا التوراة التي أنزلت على موسى، لأن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كتب الله عز وجل، لكن القرآن هيمن. والذين جاءوا أتباعا لموسى عليه السلام باعوا واشتروا بكتابهم. الذين جاءوا من بعد عيسى أيضا باعوا واشتروا بكتابهم. والقرآن الكريم كما جاء في سورة البقرة يكشفهم ويفضحهم أنهم غيروا كتبهم وحرفوها وبدلوها واشتروا بها ثمنا قليلا. فلذلك المعنى الثالث قبل الأخير الرابع، المعنى الثالث حينما نستدعي صور موسى عليه السلام والآيات التي ذكر فيها موسى عليه السلام 136 مرة، ونستدعي الآيات التي ذكر فيها فرعون 74 مرة، لا نقرأها قراءة تاريخية. خطأ. نظلم القرآن الكريم، نظلم أنفسنا، نضيع وقتنا. نقرأها قراءة دعوية. نقرأها قراءة إيمانية. نقرأها قراءة الصراع بين الحق والباطل. نقرأها كما يسميها القرآن الكريم قراءة تدافع. ادفع وندفعك. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. لازم الناس يتصارعوا على الحق والباطل ويبقى قائم كما يقوم الليل والنهار. الليل باقي والنهار باقي، لا يقصر ويطول لكن باقي 24 ساعه، مره ياخذ منها الليل 12 والنهار 12، مره الليل 13 والنهار 11، حتى يصل احيانا يعود الليل 16 ساعه ويبقى النهار 8 ساعات، ثم ياتي هكذا، وهذا الليل سابق النهار وكذا، وكل في بيت يصبحون. نفس الشيء، نحن حينما ننام عن حقنا يتمدد الباطل. الباطل والحق أو مساحات الحق والباطل واحدة. لا تتغير. لكن حينما يقوى الحق يحتل مواقع متقدمة في المساحات الأرضية والجغرافية والفكرية والنفسية والقيم. وحينما يتمدد الباطل يحتل على الأرض مساحات أوسع ويحتل المادة مش القيم. تتمدد المادة وينحصر القيم. أمر الرابع والأخير وبيختم. ما الذي نستفيده أيضا من سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود لماذا تصومون؟ وجواب اليهود هذا يوم عظيم لأن ربنا عز وجل أنجى فيه موسى من الغرق وغرق فرعون، وتعليق الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منكم، وصامه ودعا أصحابه أن يصوموه وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 أو 29. الإسلام أيها الإخوة لا يهتم كثيرا بالأشكال لفرض إلا إذا كانت حراما. الإسلام يهتم بالفرض بالجوهر. اليهود يصومون نصوم مثل ما يصومون، لكنهم يصومون لأنهم يعتقدون أن موسى فقط هو النبي وغيره ليسوا أنبياء. نحن نصوم ونعتقد أن موسى عليه السلام هو النبي وكل من بعثه الله أنبياء ورسلنا عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سمعنا وأطعنا. الشكل نأخذه ثم غير المضمون. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد المشركين يطوفون حول البيت فطاف. الشكل بقي الطواف 7 أشواط لأن أمنا هاجر هي اللي طاف 7 أشواط، أو دارت وإبراهيم وسعد بين الصفا والمروة. فتقر هذا المبدأ، ما قالوش يا جماعة ما دام المشركون يطوفون طواف، لكن غير المعنى. ملأ الطواف حول البيت بالذكر بالدعاء بالتسبيح بقراءة القرآن. فالشكل بقي والمضمون تغير. كان المشركون يضعون صنم اسمه إيساف فوق الصفا وصنم آخر اسمه نائلة فوق المروة ويطوفون بينهما. فالصحابة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا طوفوا، يا رسول الله كيف نطوف هذا بين الصفا والمروة، في صنم في الصفا وصنم في المروة، نطوف على الأصنام؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر
فلا جناح علي ان اطوف بكم، ما تحشموش، ما تخافوش، ما كنتش تطوفوا لإساف ونائلة، فلا جناح علي ان اطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. ثم الطوف شيء اخر، انتم تحيون او تربطون بين عهد مضى لما كانت هاجر تجري بين الصفا والمروه بحثا عن مال ابنها الذي كان يهلك عطشا، ولا تطوفون او تسعون من اجل هذين الصنمين وسوف يزولان، وزال بالفعل. لما المسلمون كانوا يقبلون الحجر الاسود، بعض الناس تغامزوا وتهامزوا، انظروا المسلمون يعبدون الاصنام ونحن نعبد الاصنام، مش فرق. نعم انا عندي صنم في بيتي اعبده، اللات والعزى ومناته وبل ويعوق ويغوث ونسر، وهم يعبدون الصنم حجر اسود. ربنا عز وجل قال انتم تقبلون الحجر الاسود في البيت وترجمون الحجر الابيض في الجمرات الثلاثه. ايش الفرق؟ نقبل حجرا ونرجم حجرا، لان قبل كانوا حجار، كانوا ثلاث حجار محطوطين الجمرات يعني، ومن بعد صاروا عمود، ومن بعد الجدار لان كثر عدد الحجاج. لان نحن لا نعبد الحجر، ربي قالنا قبلوا هذا الحجر لانه يمين الله في الارض، او على الاقل هزوا يديكم وقولوا الله اكبر ما شاء الله سبحان الله، قولوا ما تشاءوا كبروا الله. وهذا الحجر مثله نرجمه في ميناء، سبع حجرات في اليوم الاول، ثم 21 في اليوم الثاني، 21 في اليوم الثالث، 21 اليوم لمن يتعجل، 70 حجره او 70 جمره لمن تاخر، و49 جمره لمن استعجل، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه من تاخر. اذا ما نعبدوش الحجر بدليل اننا نرجم هذا الحجر ونقبل هذا الحجر. لماذا نرجم هذا ونقبل؟ الله قال قبلوا هذا وارجموا هذا، فنحن نقبل هذا ونرجم هذا، ولا نحن نعبد الحجر. فلذلك لما نريد ان نستخرج معنى قيم جدا من سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام وجواب اليهود وتقرير الرسول عليه الصلاه والسلام اننا نصوم واننا حق لمسلمكم، ندرك ان الذين يعرفون الله عز وجل حق المعرفه ويقدرون حق قدره ويحترمون الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام هم اتباع محمد عليه الصلاه والسلام وليس غيره. هذا مش ديماغوجيه. علاش؟ مثال بسيط ايها الاخوه، في بلاد العرب والمسلمين جميعا توجد كل اسماء الانبياء. نحن نسمي عيسى وموسى وزكريا وهارون ومريم ويوسف ويونس ولوط ونوح وادم، كل اسماء عندنا. هل يوجد في بلد اوروبي او امريكي اسم محمد؟ مسلمين. نعم؟ لا. مسلمين هذا مش امريكي، يعني نتكلم على واحد يعتقد يعني يروح الواحد مسيحي يقول له سمي ولدك محمد. تقول انا عندي ولدي اسمه عيسى. انا ابني اسمه عيسى وعندي بنتي اسمها مريم، مش انا نتكلم على الاسلام. انا قل واحد مسلم يقول لك ابني عيسى وبنتي مريم وبابا زكريا وجدي عمران، تقول له تقدر تسمي ابنك محمد وتسمي جدك عبد الله؟ تقول با كيسيون. علاش؟ واحد الجماعه قال لك تلقى مسيحي ويهودي ومسلم وتناقشوا طويلا ما توصلوش النتيجه. فالمسلم قال لهم سهله، قال لهم انا اني فايز عليكم ولو لم انتصر بالحوار. كيف؟ قال لهم انا اؤمن بعيسى وموسى ومحمد يوم القيامه. اذا كان طلع موسى والصح انا داخل الجنه، اذا طلع عيسى والصح انا داخل الجنه، اذا طلع محمد والصح انا داخل الجنه، اذا صح انا داخل الجنه. بصح انتم
المضمون الذي جعلنا نحن اليوم نفتخر أننا مكرمون عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا الدين لم يرسلنا هكذا بالفاكس، لم يرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام لنا فاكس من مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو يرسل لنا أبو بكر الصديق أو عمر رضي الله عنه SMS قال أسلموا فأسلمنا، دفعوا دماءهم، دفعوا أرواحهم، دفعوا أموالهم، تركوا كل شيء، تبعوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليه، تركوا كل شيء من أجل دينه، ولما تركوا كل شيء أعطاهم الله عز وجل وعوضهم كل شيء. أما الذين يستخسرون يستكثرون أن يدفعوا من أجل هذا الدين بعض الدرهمات أو بعض الأوقات، ما يضحي لا بوقته ولا بماله ولا بعلمه ولا بفكره ولا بأي شيء، يقولك سوف ينتصر الدين، هذا الدين عزيز، إما أن يؤخذ كما يقول القرآن الكريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة هزه جد، وإما لن يمكن ربنا عز وجل لهذه البشرية بالدين، فالدين في واد والأمة في واد آخر وبينهم برزخ لا يبغيان، فإذا التقى الدين بالأمة والأمة بالدين تضحية وتحققت الرموز السبعة التي ذكرناها، ولمن جاء متأخرا نذكرها بسرعة، قلنا إن التاريخ الإسلامي بدأ بسبع رمزيات، الرمزية الأولى المسجد، والرمزية الثانية التأسيس، والثالثة التقوى، والرابعة الأحقية، أحقيتنا بأن نتمسك وأن نتحرك وأن نفتخر، والخامسة التطهير، والسادسة الحب، والسابعة والأخيرة حينما يتحرك المسلم بكل هذه المعاني يحبه ربنا عز وجل ويعزه بالعرف. بغير هذا لن تسود الأمة الإسلامية، بغير هذا لن تقوم أو لن يقوم مجتمع إسلامي تنبثق عنه دولة إسلامية، لأن ربنا عز وجل دينه عزيز، دينه قوي، دينه يحمله كما جاء في الرمزية الرجال، لمسجد أسس، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذا تمثلنا هذه المعاني في أنفسنا وأحييناها في أنفسنا وقيمناها في أنفسنا يأتي نصر الله تبارك وتعالى، نصرناه لأننا وفينا ما أمرنا به. أما إذا ضللنا نحلم، الأحلام بضاعة المفاليس، الحلم الذي لا يتبعه عمل يظل فقط بضاعة غير قابلة للرواج، فتحتاج إلى رجال يحملونها، لأن ربنا عز وجل أودع هذا الدين عند رجال، سواء في هذه الآية التي شرحناها لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين، أو في قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوة الإخوة الأفاضل والسادة الأكارم والإخوة الفضليات، بهذه المعاني وبين الكلام في هذا اليوم العظيم، في هذا الشهر الكريم، في هذا العام الجديد، أسأل الله ربي تبارك وتعالى أن ينصر ديننا وأن يعزنا بالإسلام وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك الشرك والمشركين وأن يرفع راياتنا إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.